كل إنسان بداخله مشاعر، الحب، العاطفة، الفرح، السعادة، الخوف، واليأس، والغضب، والحزن. كل إنسان ممكن يكون داخل هالمشاعر، ولكن يحتاج شريك يكون مشاركه في ذي المشاعر ويشيل معاه ويكون واقف معاه ويثبت حضوره إنه هو مهم عشان يخف عليه هالحمل، أو تكون معاه في السعادة عشان يفرح وتكبر فرحته أكثر.